سجل. خلاص إن شاء الله دكتور. وهي انا لكني بلشت التسجيل اول، بس لما يعني اسكر ممكن انسى. طيب خلاص إن شاء الله دكتور. طيب كرم ومين بلال؟ كرم وبلال ووليد وغالية. اوكي يعطيك العافية. إن شاء الله حنبلش اليوم ب بالإنفرنشال ستاتستكس. طيب صراحة المرة الماضية شفته يعني الأسلوب شوي كان خلينا نقول فيه تشتيت، ولأنه خصوصا يعني لما نحاول نسوي انتراكتيف وكذا وناخذ يعني هيك، فصار في شوي تضييع وقت ومع الرسم ومع هيك. فيعني هالمرة سويت فيري ديتيلد سلايدز خطوة خطوة مشان بدل ما نقعد نمضي وقت على البينت وهيك. فخلينا نفوت بصلب الموضوع، نحط سبوت لايت. طيب دكتور، بس كان في شوية هوم ورك من المحاضرة الماضية بدنا اوكي لا نعقب عليهم. خلاص منيح، حلو ذكرتني فيه. هي لك على ستيكي نوتس وراح خليها هون. حنجي له. طيب خلاص تمام إن شاء الله. يعني هلا اتذكروا شغلتين. الشغله الاولى قضيه الريكورد، ما تذكروني، والهوم ورك حنجي له ان شاء الله لما يعني لما نوصل للنص تقريبا. اي ثينك لنص هي. خلاص إن شاء الله. يلا خلينا نبلش بسم الله، لانه اليوم جدا 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 دسمه، فبتكون تركزوا معي 100%. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. خلصنا الداتا تايبس، ومهم جدا تفهم الداتا تايبس لانه هي اساس الستاتستكس والفيجواليزيشن. هلا نفوت على الانفرنشال ستاتستكس. فبسم الله، رقم واحد هذا فيري امبورتنت ثيم بالستاتستكس. هلا بالجينيتكس اذا انتم بتتذكروا في عندكم سنترال دوغما اللي هي بتتذكروها الدي ان اي ام ار ان اي بروتينز. فبالستاتستكس ربما تكون سنترال دوغما هي شيء بيسموه ذا رول اوف لارج نمبرز. خليني اسال هذا السؤال، وصراحه انتم عددكم على فكره صغير، وهذا الشيء يمكن هذا شيء ممتاز، فهيك بصير في انتراكشن اكثر. يلي يحب يفتح المايك يعني لما نسال اسئله. سكيورتي شير سكرينينج ممتاز تمام. ف خلينا نسال هذا السؤال. A game of squash، سكواش هو مثل التنس ما عليكم. A game of squash can be played to either 9 or 15 points، يعني اما انك تجمع 9 points، يعني اول واحد بيجمع 9 points بيفوز، ولا اول واحد بيجمع 15 point بيفوز. فممكن يتلعب هيك او هيك. If Ahmed is better than Ali, which scoring system would give Ahmed a better chance of winning؟ بده يكون ال 15 points. مين اللي حكى؟ كرم؟ كرم دكتور. طيب غير كرم في حدا؟ شو رايكم؟ سواء على هذا او الشات. فكروا فيها، يعني اما انه اثنين يلعبوا ضد بعض، اول واحد بيجمع 9 نقاط بيفوز، او اول واحد بيجمع 15 نقطة بيفوز. هلا لو افترضنا انه احمد فعلا فعلا از مور سكيلد ذان علي، which game setting would give him a better chance of really winning؟ ما بعرف ما حدا ثاني عنده افكار ولا شو القصه. خلص الواقع انه فعلا صحيح مثل ما قلت يا كرم، بس انا كان بدي اشوف اراء ناس ثانيين بركي ناقشنا الموضوع. 15 بوينت از ذا بيست. ليش؟ لانه لما يزيد عدد الترايلز شو بيصير عندك سامبل اكثر لحتى تمثل الواقع. طيب يعني ناخذها بمثال اسهل وابسط من هيك. لو كان الجيم او بدل حتى 9 نقاط، انت بسط الصوره، كانت نقطه واحده، اول واحد بيجيب نقطه بيفوز. اوكي هلا صح احمد احسن من علي، بس ممكن علي بالصدفه يجيب اول نقطه صح او اثنين. فلذلك كل ما طالت مده الماتش خلينا نقول، كل ما صار هذا خلينا نقول سباق اطول مدته، شو بيبين الحقيقه شو على المدى الطويل. لذلك على فكرة فينا هلا هذا الشيء، هذا سؤال على فكرة كان يعني دائما نحن الطلاب نتناقش بين بعض، بيقولوا الأستاذ يا أخي حيجيب 40 سؤال على الكويز ولا 40 سؤال على المد. هو مفكر إنه 40 سؤال فيها ظلم. هلا على فرض إنه الوقت بكفي يعني 40 سؤال و40 دقيقة مثلا، هو مفكر إنه فيها ظلم، مع إنه لا، الواقع إذا أنت دارس منيح
It's best for you انه انت تنسال 40 سؤال بدل 20 او 10. ليش؟ لانه العشر اسئله هذول ممكن تصدف انه يجوا من شغله ما درستهم او من شغله انت ضعيف فيهم، حتى لو انت عموما تستاهل مثلا تجيب 90 من 100، خلينا نقول 90% من الاسئله، ممكن انت هالمره تجي شويه اسئله من شيء ما درسته منيح اذا اجوا 10 اسئله فتنظلم بالعلامه. بس the more the questions are there the more likely it represents your true skill. اوكي، فهذا قانون عام بيسموه the rule of large numbers. فكرته انه the larger number you have the closer you are to representing reality. كل ما كان عندك sample اكبر كل ما كنت انت بتمثل الواقع بدقه. طبعا هذا القانون مضطرد الى الانفينيتي، يعني كل ما تقترب من الانفينيتي اللي هو اصلا ليس فيه اقتراب حقيقي لانه انفينيتي، بس كل ما كبر الرقم كل ما كان احسن. طبعا هذا السؤال اذا عجبكم، وفي كثير ناس بيغلطوا فيه على فكره، من ارتكل حلوه كثير هيك عنوانه، انا رح يعني رح اضيفه على الفيسبوك بعدين اذا بتحبوا، اسمه The Cognitive Reflection Test as a Predictor of Performance on Heuristics and Biases Tasks. ارتكل هي الدكتوره غلبك لو تضيف لنا اياها على الفيس بعد المحاضره ان شاء الله ولا يهمك، انا ضايف هيك خصوصا مشان الناس اللي بيحبوا يقراوها. وفي كثير اسئله مثل على فكره اسئله كثير حلوين واصعب ومور تشالنجينج، فهذول يعني فيري نايس برين تيزر الصراحه. فيو ويل انجوي ذم ا لوت ويو ويل ليرن ا لوت باي ريدينج ذس ارتكل اباوت ذا يعني هيومن بروسس ثينكينج بروسس. فتمام، هذا رقم واحد. اذا كل ما كان السامبل تبعك اكبر كل ما كان احسن، كل ما زادت درجه اليقين، وبالعكس كل ما قل السامبل قلت درجة اليقين انه هذا الشيء شو حقيقي، قد يكون مجرد صدفة. طيب فخلينا هلا نفوت ب هلا في عندنا شو 3 تايبس طبعا داتا اناليسيس كثير في انواع، ولكن نحن هنحكي الثلاثة الرئيسيين اللي انت ممكن تلاقيهم بالريسيرش، واحد واثنين وثلاثة. تمام، هون هوم ورك. فهدول الثلاثة الرئيسيين بغطوا ربما 100% من اللي جامعتنا بتصدره. حلو، فكروا فيها هيك، يعني اي ارتكل بتصدر من جامعتنا اذا مو 100% 90 95% حيكون واحد من هدول الثلاثه يعني. فالموضوع فعلا هيك. بسم الله، خلينا هلا نسال سؤال. Who smokes more؟ هذا الفيرست تايب اوف اناليسيس. اذا سالنا سؤال هايبوثيسيس do males smoke more than females، شو رايك يا كرام؟ males smoke more than females، yes. المفروض صح، بس هلا انت طبعا نحن هذا الشيء بنعرفه من حياتنا الواقعيه، بس ستيل اذا انت كانسان احصائي بدك تساوي statistical يعني analysis بدك يكون عندك math، ما بصير تحكيها بس من عندك. فهلا فكر فيها هيك. ليش انا قلت المحاضره الماضيه شرط لفهم المحاضره هي؟ لانه لازم تعرف types of data. يعني لما بدك تعرف شو نوع الستاتستيكال تيست اللي بدك تساويه بدك تسال شو الفاريبلز اللي انا عم بتعامل معه. لاحظوا males females معناته شو؟ جندر سموكينج، والسموكينج هذا الاذر فاريبل، فار ذي ريليتد ولا لا؟ يعني ار ميلز مور لايكلي تو سموك ذان فيميلز. فهون في عندك شو؟ بنلاحظ جندر اند سموكينج. الجندر شو التايب اوف شو اسمه؟ فاريبل كاتيجوريكال، اما ميل اور فيميل، هذا بالاسلوب الداتا انتري اللي نحن سويناه. بينما السموكينج شو؟ كمان كاتيجوريكال صح؟ شو كان الانسرز اذا بتتذكروا؟ اللي هو ممكن yes no used to smoke but yes or no sometimes or used to smoke. هلا for يعني demonstration أو teaching purposes مشان نبسط الموضوع في البداية، دائما نحن بنبسط بعدين بنعقد. تصوروا إنه smoking yes or no، انسوا إنه حطينا option sometimes، فتصوروا إنه هون اثنين وهون اثنين، حلو إلى الآن يعني، فانسوكم من قصة sometimes. ف categorical versus categorical، صفر وواحد صفر وواحد، أو male وfemale، سموكر او نون سموكر. تمام، فخلينا نبلش بالبروبلم اللي بدنا نحله. خلينا نبلش بالمعطيات او البريمسز هدول. خلينا نقول انه بجامعتنا من الطلاب يلي جاوبوا الكويستشنير، شوفوا من الطلاب يلي جاوبوا الكويستشنير مو من الجامعه كلها، يلي هنا من 500 تقريبا اللي جاوبوا 20% of students are smokers اللي هنا جاوبوا الكويستشنير. There are 100 students males and females equal، يعني اللي جاوبوا الكويستشنير خلينا نفترض نص بالنص ميلز وفيميلز، وخلينا نفترض انه في 100 واحد جاوبوا الكويستشنير. تمام، شايف الجدول هذا يا كرم؟ نعم. انت اخذت statistics من قبل ولا لا؟ يعني مقدمه خفيفه كثير مش طيب، يعني حيكون هيك احسن. طيب دائما لما بدك تعمل داتا اناليسيس للكاتيجوريكال فاريبلز مع بعض، اثنين كاتيجوريكالز، بدك تعمل جدول مثل هيك. هذا بنسميه شو؟
او لا قبل ما نقول شو اسمه. هلا شوفوا السموكر والنون سموكر فوق والميلز وفيميلز على الجنب، هون الكولومز وهون الروز. طبعا عادي يعني ممكن تعكسهم، يعني ممكن هيك وممكن doesn't matter، بس يعني انا بغض النظر يعني انا هيك مرتاح. فالفيميلز 50 والميلز 50، لانه قلنا الميلز ار فيميلز ار ايكوال، وي هاف ا توتال اوف 100، ف50 بلس 50 از 100 ايكوال شو ديستريبيوشن للميلز والفيميلز. وقلنا 20% ار سموكرز، فمن من ال 100 ستودنتس 80% ويل بي نون سموكرز و 20% ويل بي سموكرز. تمام لهون؟ نعم تمام تمام. طبعا 20 بلس 80 100 و 50 بلس 50 100، لذلك هون محطوطه تحت. هلا هذا الجدول بنسميه 2 باي 2 تيبل او الكروس تابيوليشنز تيبل او كروس تابز مثل الاس بي اس اس هيك بنسميه، او الكونفيوجن ماتريكس بالداتا ساينس، كلها اسماء لاسم واحد. الروز بتكون اياها والكولمز اياها. الروز هي الصفوف، حلو هيك الروز هوريزونتال. تمام قصدي لما نحكي مثلا 3 باي 4 3 بتكون ايش؟ صراحه ما بعرف الترتيب. عاده يقص بالداتا ساينس لما يحطوا الرقم الاول هو بيكون الرو، اوكي؟ لما يعني الاول 3 باي 4 اللي هو 3 روز و4 كولومز، بس على كل حال فيجوالي الشغله بتشوفها بالاخير فيجوالي يعني، فشغله بسيطه. طيب فهلا يا كرم فكر معنا، اذا احنا قلنا شوف هلا في عندنا الهايبوثيسز الاول، الفرضيه الاولى، انه دائما على فكره هيك بالاحصاء، بالاحصاء دائما انت بتبلش من، او على فكره العلوم كلها مو بس الاحصاء، بتبلش من افتراض انه لا يوجد شيء صحيح، يعني انه كل شيء لا علاقه بين الاشياء بين بعضها، بعدين بتحاول تثبت العكس او تنفي الفرضيه هي. يعني لما بدنا نقارن بين الذكور والاناث والتدخين، بنقول اول شيء شو؟ بنقول انه الذكور والاناث نسبه التدخين طبيعيه، يعني نسبه التدخين متساويه، هاي الفرضيه الاولى. فاذا كان عندنا شو 50 ميلز و20% ار سموكرز، كم حيكون من ال50 ميلز مدخنين؟ 10 بالضبط، لانه شو 0.2 اللي هي 20% من اصل 50 10 20% 10 بال50. طيب ومن الاناث كمان 10، هون 10 صح نفس الشيء. طيب وال50 80% منها كم؟ ال40 اللي ضلوا بالضبط اللي ضلوا، لانه عندك 50 10 حيدخنوا و40 لا، ونفس الشيء للفيميلز، فحيصير 10 10 40 40. هذا شو هلا هو نون بايس بلشنا بالضبط، هي هي هذا هو اللي هلا رسمناه لهم. ركزوا كثير يا جماعه الموضوع دقيق، وعلى فكره يعني هذا اللي عم نسويه اسهل شيء، فحنتدرج نحن واحده واحده ان شاء الله، بس اهم شيء تركزوا ان شاء الله حتطلعوا فهمانين. طبعا انا عم بشرح الانتويشن بيهايند الاستاتستكس، يعني انا بشرح الافكار والمفاهيم الذهنيه، مو لازم انت تعرف الفورمولا، مو لازم تعرف الماثماتكس. As far as you are concerned عادي، you can assume انه عندك magical leprechauns ولا اقزام ورا الشاشه قاعدين بيعملوا الحسابات، ما بيهمك. As long as انت فهمان للاساسيات المنطقيه وما عم تغلط بالassumptions تبع التست، يعني طالما انت عم تستعمله استعمال صحيح مو لازم تعرف الفورمولا. ويعني انا قريتك يعني شفت كتابين كاتبين نفس الحكي، يعني هذا ليس كلاما غريبا. طيب بس حلو يعني اذا بتحب تطلع عليهم عشان تفهم زياده. على كل حال فهذا شو هي الجدول اللي طلع لنا هلا، اذا كان الذكور والاناث بيدخنوا بنفس النسبه، لاحظتوا من الذكور 20% ومن الاناث 20%، والتوتال تبع التدخين الذكور والاناث كمان 20%. هذا هي الفرضيه الاولى لو كانوا متساويين بالتدخين. هذا شو اذا there is no relationship. هلا لو كان الذكور بيدخنوا اكثر شو بصير يا كرم؟ ال40 مثلا هتكون ينقص منه، النسبه اعلى بالنسبه للسموكرز الميل، والنون سموكر بدها تقل بالضبط، والفيميلز يعني بدها تظل نفس الشيء لانه حكينا ما لها علاقه. او يعني بشكل عام ما راح نشوف زياده يعني بالضبط. شوف لا لا مو هيك، هلا هي ال20 ثابت، حلو ال20 هي ثابته لانه نحن قلنا الاصل انه 20% من الطلاب كتوتال بيدخنوا، ف اذا الذكور اكثر شو راح يصير؟ ال40 حيروح تقل نسبه الاناث بالضبط، فمن ال40 حيروح واحد واثنين مثلا، حيصير عندك هون شو حيصير هون يعني احنا بدنا نثبت نسبه ال20% بالتوتال
10 زائد 10 20، فاذا ال10 زادت اكيد ال10 تبع الاناث راح تقل، فمثلا هون حيصير شو زياده الذكور والاناث راح يصير له شفت هون على ال40 هي. فبالاخير شو حتلاحظ؟ حتلاحظ في كونسنتريشن، حيصير الماجوريتي يعني حيصير هون وهون. فمثل هي الصوره بالضبط، ميلز سموك مور، بنروح على هذا الجدول الجديد، هذا هو الجدول القديم، بعدين عندك هذا الجدول الجديد مثلا، فراح من ال40 صارت هون 19، راح منها 9 مثلا، حلو. ومن الاناث كانوا 10 صاروا شو 1، و9 راحوا لهون صاروا 49 بدل 40. لما تجمع 19 و1 بيضل 20، تمام. فنسبة النان سموكر بالإناث هي اللي بتعلى والسموكر بالميلز بتعلى، لازم يصير تبادل لأنه الرقم اللي تحت بالأخير ثابت. هلأ ليش ثابت؟ لأنه نحن حكينا الكوستشنير لما تتحلله بيقول لك أنه 20% بيدخنوا، بس ما قال لك 20 هدول أغلبهم وين. هل ال 20 ممكن ال 20 كلها هدول شباب ولا بنت بتدخن، أنت شو شو بيعرفك؟ فلذلك نحتاج التست هذا. طيب فهلا هذا كله شو؟ هذا بالسامبل تبعنا. شوفوا الانفرنشال ستاتستكس معناتها، احنا صح ما شرحنا الانفرنشال ستاتستكس معناتها الاحصاءات الاستنباطيه. دائما انت بالاحصاء ما عندك ما هو ليش علم الاحصاء اسمه علم احصاء؟ لو كان عندنا فينا نحصي كل العالم خلاص ما بنحتاج لشيء اسمه علم الاحصاء، بصير عندك علم يقيني من كل حد انت شايفه. ف ولكن يعني شو، انت لما تحكي احصاء معناته انت عم تاخذ عينه صغيره وبتحاول تستنبط منها معلومات عن العينه الاكبر، حلو. فهي معنى الانفرنشال ستاتستكس، فبتحاول تعمم. وطبعا هذا التعميم ليس بدرجه اليقين، درجه اليقين انك تعد كل واحد بذاته. طيب هو طبعا كل ما كبرت العينه كل ما كان احسن. فمثلا انك تحاول تمثل يعني تمثل جامعتنا ب 500 طالب احسن من انك تمثلهم من 100 طالب ولا من 50 طالب، صح؟ يعني 500 طالب تجيب مثلا 100 من طلاب الطب، 100 من الهندسه، 100 من الصيدله، احسن من 50 من صف واحد. فهي فكره الانفرنشال ستاتستكس. طيب فهي العينه تبعنا قالت لنا هيك، وهون لاحظنا ارقام الساتا ثابته. هلا الذكور ديفنتلي بالسامبل هذا بيدخنوا اكثر من الاناث، حلو. هلا السؤال اللي بيطرح نفسه، هل فعلا الذكور بجامعات العلوم والتكنولوجيا كلهم بيدخنوا اكثر من الاناث؟ مو السامبل تبعنا، السامبل واضح فعلا، بس هل هذا الشيء فينا نعممه على باقي الطلاب في الجامعه؟ فشو بتفكر يا كرم؟ يعني هلا الارقام هي صراحه واضحه، صح؟ يعني اعتقد الشيء بديهيا واضح انه الذكور بيدخنوا اكثر بكثير وفينا نعممه على الاناث، صح؟ هو برضو ممكن اطلع على السامبل نفسها، هل انا لما اخذتها كانت عشوائيه بشكل كافي ولا مثلا اخذتها من تخصص واحد؟ احسنت، اساس انه تفرق معي بقدر اعمم ولا لا. احسنت، هذا شيء دائما نساله باي ستدي وشو ما كان التست. دائما انت بدك تسال هل السامبل تبعك كنت اخذه بطريقه محترمه ومرتبه ولا كان السامبل بايست. يعني مثلا لو انت مثلا نحن هلا وزعنا كويستشنير صح على جوجل فورمز، بس لو كان اسلوب الكويستشنير مثلا انه نروح على المصفات مثلا بالجامعه ولا على الهيك، على الاغلب هيك حيكون مثلا شباب كثير بيدخنوا وهكذا. فبدك تسال اول شيء هل جمعت انت الكويستشنير بطريقه غير منحازه؟ هي واحد، صح. الشغله الثانيه انه هل الـ الرقم اللي عندنا اياه، هل السامبل العينه كبيره بما فيه الكفايه؟ يعني هلا شوفوا، هلا نحن عندنا 50 و50 وكل خانه من الخانات فيها على الاقل خمسه، الا اللهم هي الخانه. بس هون عندك 19 31، فيعني العينه كبيره بكل وحده من الخانات الا هي. فهذا شيء منيح، هذا مؤشر جيد. هذا هلا في وراءه رياضيات ما في داعي لشرحها. الفكره انه كل ما زاد السامبل سايز وكل ما زاد الفروق بين المجموعتين، يعني نحن بالبدايه كان شو؟ متساويين بالاربع، يعني بالاربع جهات، شو؟ هون الذكور نفس الاناث وهون الذكور نفس الاناث، النسبه دائما، ها مو الرقم. لانه افترضوا لو كانت العينه هي ما كان 50 مثلا، كان هون مثلا 40 ذكر و60 انثى، بس نحن بيهمنا النسبه بالاخير منه، فهمتوا كيف؟ يعني بيدخنوا. فهلا هي الفكره، كل ما زاد السامبل تبعك هي واحد، وكل ما زاد التمايز بين المجموعتين، ومثلا كل ما الذكور تجمعوا في هذا المربع اكثر وكل ما الاناث تجمعوا في المربع المعاكس، بتزيد قوه يقينك انه فعلا يوجد فرق بالتدخين. هي الفكره العامه، تمام.
واضح يا كرم ولا في أسئلة إلى الآن؟ نعم لا واضح. حلو كتير، هذا كله يعني أهم شيء تفهمه الموضوع بديهيا. هلا خلينا نروح نسوي براكتس بجاسب. مثل ما قلنا first only yes or no. بسم الله خلينا نروح على جاسب هلا. طبعا أنتوا ورجيتكم صح، شفتوا فيديو الداتا كلينينج. هو يعني هذا ما له أهمية هون، بس يعني إذا بتحبوا تشوفوه. آه شفت لكن كثير باخذ وقت يعني. صح صح الموضوع ممل، وعلى فكرة أنا هذا الداتا كلينينج لسه بسيط يعني، في شغلات تأخذ وقت لسه أكثر عن جد. طيب هي الريسيرش وركشوب كلين. طبعا صح أنا بدي أستدرك شغلة واحدة على الداتا كلينينج اللي أنا ما سويتها نسيت ساويها. على السريع ساويها بسرعة. اكستراكت استدراك سريع جدا جدا جدا. لاحظوا هون تتذكروا هاي، شايفين هاي الخانة تبع الثلاثة من ثلاثة؟ السكور تمام. هاي ما فيك تساوي لها اناليسس، هاي شو؟ هاي نسبة، نحن بدنا شو؟ نطلع رقم حقيقي. فببساطة بتساوي لك كوبي مرة ثانية، تتذكروا ريبليس، بتساوي كنترول اف ريبليس وبتحطها هون وبنقول ثلاثة على ثلاثة بدنا نستبدلها بثلاثة. وهكذا للأرقام الباقية، للواحد بتساوي له كوبي وبتستبدله بواحد وهكذا. طيب تمام يلا نرجع. اللهم صل اللهم صل. جاسب جاسب اوكي جاسب. فهلأ بدنا نسأل نفس السؤال، هل الفيميلز بيدخلوا أكثر من الذكور؟ الذكور بيدخلوا أكثر من إناث. فخلينا نروح على الفاريبل نشوفه وين راح. سموكر ليكو السموكر نو ويس، وفي عندك سم تايمز، هدول الاقليه. طبعا بتتذكروا تقريبا بالدرس الماضي لما قارنا بين الذكور والاناث تقريبا 20% من الذكور بيدخنوا والاناث يمكن 5 او 4% عموما توتال، شغله هيك يعني بسيطه. هلا بس المشكله نحن عندنا هذا الاوبشن تبع السم تايمز اي يوز تو سموك، طب هذا بدنا نشيله، هذا حيلخبطنا، حيصير 3 ضد 2 مو 2 ضد 2. عرفتوا شلون؟ نحن بدنا 2، فخلينا نمسح الخيار هذا يعني نلغي. بجاسب وغيره كمان يعطيك اوبشن حلو انك تستثني الكيسز، ما في حاجه انك تمسحه من الاكسل شيت، فيك تمسحه من هون، تمسحه مؤقتا. ففي شيء بيسموه الفلترنج كرايتيريا، على السريع نذكره. بتضغط، شايفين هذا الزر اللي بالزاويه، نضغط اكس مره ثانيه ننزل هي. شوفوا هون شايفين الماوس تبعي، في هون فوق رقم واحد هون على الشمال شو فلتر، هذا بيسوي لك فلترنج للكيسز. اختار الفاريبل اللي بدك اياه، نحن بدنا السموكر، حلو؟ بنحطه هون. شايفين هلا هذا الفاريبل تبع السموكر، نروح عليه نضغط عليه وهي الخيار اللي هو sometimes I used to smoke but I quit، نسوي له كوبي. حلو؟ لانه جمله طويله يعني بدنا نسوي له كوبي، لو كان نو او يس بنكتبها كتابه. فالسموكر هون بنحط جنبه شو؟ شايفين هون في عندك يساوي وفي عندك هون لا يساوي. حلو؟ فبنحط لا يساوي وبنساوي بيست للخيار هذا. طيب وبنضغط apply pass through filter. تمام؟ هلا بنضغط اكس بنسكر الشاشة هي وبنسكر الشاشة هي مرة ثانية. ايوه تمام. فشوفوا شلون هلا السموكر نو نو نو، بعدين هي صارت شو؟ رمادي فاتح، صح يا كرم؟ طيب هسا احنا شلنا هذا الخيار، ليش مش ما بيفيدني انه يعتبر مدخنين؟ بس انا هلا مشان اعلمكم، بدي اعلمكم على شغله بسيطه، ما بدي تتعقدوا بالخيارات. انه نعمل استثناء لبعض الخيارات اذا ما فهمت. هذا عادي، هلا حنعيد الداتا معه، بس هلا نشرح حبه حبه لانه مشان ما تتعقدوا، لانه بده نخص طويل يعني اليوم المحاضره، بدي ابلش معكم شوي شوي. فشوفوا شلون شلنا نو ويس، اما كل هدول الكيسز اللي جاوبوا سم تايمز صاروا الرمادي من اولهم لاخره. شو يعني؟ يعني هلا جاسب لما يساوي لي اناليسس راح يعتبر هدول الاشخاص مو موجودين. يعني نحن في عندنا كان كم 516 كيس توتال، ليكو انا الفايل اللي اعطيكم اياه 516، فحيمسح كل اللي جابوا سم تايمز وهذا، فيمكن يطلعوا 450 او شغله هيك مثلا. طيب فهلا نروح نساوي اناليسس فريكونسيز مره ثانيه. بتتذكروا المره الماضيه لما قارنا هدول، نرجع لنفس الجدول الكونتنجنسي تيبلز، نحن مو ذكرنا اسمائه. ممكن تعيده بعد الراند يساوي تبع الفلتر؟
اوكي انا هون نسيت واحد من الاسماء كمان. هذا مثل ان 2 باي 2 او كروس تابز، كروس تابز بالاس بي اس اس هيك بيسموه. كمان لازم نضيف كلمه الكونتنجنسي تيبل، تمام؟ فهو هذا الخيار اللي هلا استعملناه بجاسب. هلا بالنسبه لسؤالك، الابلاي فلتر، الفلتر هذا اي لما نضغط هذا الزر ونروح على الفلتر، الفلتر هذا بيستثني او يدخل او يستثني اي شيء انت بتحدده. يعني مثلا عندك ارقام، حلو، عندك مثلا الوزن، حلو، بسيشن الداتا كليننج اللي ذكرتها انا، اللي بيحب يروح يرجع له، فيك تساوي داتا كليننج مثلا كل حدا وزنه فوق ال 80 يطلع له واحد، يعني يطلع له فاريبل جديد رقمه واحد يس اور نو مثلا. بس هون فيك تستثني الناس اللي انت بتحدد لهم شرط. يعني انا مثلا بدي مثلا شو بدي مثلا، خلينا نروح على قضيه طلاب الطب مثلا، بدي اساوي اناليسس بس على طلاب الطب اللي جاوا بدل عن سيرجري هون. فبروح على الفلتر، بختار اليونيفرسيتي ميجر، وبكتب يساوي شو، يساوي ميديسن اند سيرجري، بساوي كوبي مره ثانيه للكلمه من هون، حلو، وبكتب ميديسن اند سيرجري، فحيدخل لي بالاناليسس فقط يلي جاوبوا ميديسن اند سيرجري. تمام، مين اللي سال؟ انا وليد اللي سالت، بس انا لانه ضعت ما عرفتش كيف اسويها، اللي هي من فوق على الزاويه الشمال. تمام، فيساوي بيدخل لك اللي بيساووه، لا يساوي بيستثني هدول الناس، وهكذا. يعني لما تقول لا يساوي سموكر، لا يساوي حيستثني كل حدا قال سام تايمز، وحيدخل فقط بالاناليسيس اللي قالوا يس اور نو. فهي حركه حلوه ولطيفه بتسهل عليكم كثير من الاناليسيس. ما لها ضروريه هي بالاخير، يعني التسهيل فيك انه تساويها بالاكسل شيت، بالاكسل بس يعني لسه وجع راس صراحه اكثر واكثر. فهون فيك تلعب بالداتا مثل ما بتحب، وريفرسبل، يعني مو لازم تغير الداتا بيرمننتلي. فيعني حركه بسيطه وحلوه تعلموها دائما. يعني نفس الشيء بيصير بالاس بي اس اس، بجاموبي فيك تعملها بكل شيء الفلتر. نرجع لموضوعنا، نحن مو قبل شوي ضغطنا فريكونسيز كونتنجنسي تيبل يا كرم، و نعم تمام. هلا بدنا نساوي اللي سويناه قبل شوي، شو ميلز وفيميلز، سموكر فوق وفيميلز تحت. طبعا قصه فوق وتحت عادي، يعني ممكن بالعكس الميلز فوق لا، بس هي منطقيا الجندر يكون رو. انا بحب هيك فكر فيها بالضبط. فخلينا هلا نحط شو الجندر قلنا بالكولم بالروز وات ايفر، والسموكينج هلا شو سموكر بالكولومز. تمام، هلا نشوف اللي طلع لنا الكونتنجنسي تيبل. بس خلينا نشوف بالسيتنجز، كانه فيني اكبر الخط. ادفانسد Preferences Interface Zoom، أيوة أعتقد هيك أحسن. كأنه هيك تشوهت شوي، بس أنتوا شايفين أحسن صح؟ هيك الرؤية أوضح. تمام، يلا ما في داعي نكمل. فنرجع والله مش هيك كثير. شو بدك نرجع ولا خلينا مثل ما هي؟ هي الكتابة هيك أوضح، بس مش منسق، نخليها ما دام في حاجة. هلا شوفوا شلون نساوي. نحن بتتذكروا لما ضربنا المثال كان 50 ميل و50 فيميلز، نحن بيهمنا نسبة نسبة المدخنين، ما بيهمنا الرقم نفسه. طيب، فطلعوا هون مثلا في عندنا فيميلز، شوفوا فيميلز 278 والميلز 201. طبعا يا اخي هلا تقعد تحسب لي الرقم واحد واحد والصراحه صعبه. خلينا نحط النسبه لحالنا ونريح حالنا. فبنروح تحت على الخانه بالسيلز ونختار البرسنتجز، هون بيعطيك النسبه، فنختار نسبه الروز. شو يعني هلا؟ يعني شوف شلون هون حيحط لك النسبه كتوتال، انه الفيميلز هدول 100%، 98% من الفيميلز حكوا لا انا ما بدخن نو،
1.4 قالوا انا بدخن يس تمام. هلا شوفوا الميلز، الميلز 100% اللي هنا 201 بني ادم، 18% قالوا انا مدخن، و81% قالوا لا تمام. هذا مع استثناء ال sometimes. هلا انسوكم من sometimes، خلينا بس نفهم اللي عم نشوفه. الى الان الصوره واضحه، اعتقد الفرق واضح تماما، يعني 1% من البنات مدخنين و 19% من الشباب مدخنين، هذا فرق اعتقد شاسع، خصوصا مع السامبل الكبير. نحن جمعنا ليكو 480 تقريبا بني ادم، فرقم محترم، فاعتقد فينا نجزم او يعني نستنتج انه فعلا الشباب بيدخنوا اكثر من الفيميلز. ولكن هلا احصائيا بالستاتستكس في شيء بيسموه البي فاليو. البي فاليو حير الناس يعني في فهمه، ما حاشرحه هلا لانه عن جد حرام يعني بياخذ وقت، وشرحه شوي صعب، بده ثيوري شوي، بده وقت، بده على الاقل ربع ساعه ثلث ساعه شرح على الاقل، ما في داعي لاشرحه. ولكن فيكم استنتجوا او افهموا من البي فاليو انه it is the pro it is لا it reflects the probability that your chance that your findings are due to chance. يعني هي الفهم العام له، انا ما عم بعرفه بالضبط لانه يعني التاريخ حياخذ وقت وحرام حضيعه. فعموما افهموا انه هو يعكس، ليس بالضبط لا يصور لك، وانما يعكس تقريبا احتمال انه استنتاجك بسبب الصدفه تمام. يعني كل ما علي الرقم بيكون صدفه اكثر احتماليته؟ لا بالعكس. هلا انت انا بالعكس. انا هلا استنتجت انه الذكور بيدخنوا اكثر، الشباب بيدخنوا اكثر، انا بدي يكون احتمال انه انا غلطان قليل، احتمال يكون هاي الارقام تكون بالصدفه قليله، فبالعكس كل ما نزل البي فاليو بيكون احسن تمام. فمثل ما قلت لكم شوفوا، فهون هلا بتشوفوا انه البي فاليو كم؟ 2.5 ضرب 10 اس ماينس 11 اوكي، فرقم جدا 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 ضئيل، يعني هو قريب جدا من الصفر، يعني قريب، هو لا ما في شيء اسمه قريب من الصفر ولكن يقارب الصفر تمام. هلا مثل ما قلت لكم البي فاليو، يعني بدي ركز على النقطه هي، ما اياكم تغلطوا فيها، البي فاليو ليس معناته شو احتمال انه الارقام هي بالصدفه، لا هو له تفصيل اكثر من هيك، ولكن يعني فيكم تقروا عنه بعدين، بس هو الفكره انه كل ما كان واطي كل ما كان احسن. هلا البي فاليو عموما بالريسيرش، عموما وان كان هذا يعني كلام كونتروفيرشال وفي ناس بيحاربوا، بس البي فاليو كل ما كان يعني عموما لما يكون تحت ال 0.05 حلو، لما يكون البي فاليو اقل من ال 0.05 شو بيكون، يعني ساعتها فينا عموما نقول انه فينا نقبل يعني الاستنتاج هذا. يعني اذا طلعت معنا الارقام هاي اللي طلعناها تمام، ومثل ما قلنا انه 19% هون مدخنين هون بس 1%، بدنا نعرف شو احتمال انه هذا كله بالصدفه، ليكون طب يا اخي بركي البنات المدخنات كلهم صدفه انه ما جاوبوا الكويستينير صح، يعني في صدفه يعني في احتمال وان كانت جدا يعني غريبه بس ممكن تصير. فنحن بدنا نطلع رقم يعني باسلوب يكون الفاصل ايوه هو يفصل بيناتنا. فعاده نحن يعني بالريسيرش نستعمل ال 0.05، اذا البي كان تحت ال 0.05 عموما بنقول خلاص يعني وي كان سبورت اور كونكلوجن ويل. طبعا هذا شوفوا الكلام بدقه، ما عم نجزم، ما في شيء اسمه والله تجزم لي خلاص طالما تحت ال 0.05 ديفينتلي الريسيرش تبعك صح والكونكلوجن صح ومستحيل تكون غلطان، لا كلام فاضي هذا. ولكن عموما كل ما كان اوطى كل ما كان احسن. في ناس بيسبوا شوي على البي فاليو بيقول لك لا يا اخي لازم تكون تحت ال 0.01 او حتى تحت ال 0.001 مثلا، يعني كل ما كان اوطى كل ما كان احسن، هي الفكره تمام. هلا طب هلا في نقطه على السريع بدي اشرحها وان كان هذا مو موضوعه وبتلاقوها مشروحه احسن بكورس اف بيري ويلسون وغيره لما ان شاء الله تتعلموا ستاتستكس بالتفصيل. ولكن البي فاليو رقم شو يا كرم، هذا كونتينوس ولا كاتيجوريكال؟ كاتيجوريكال اذا بدي احسبه انه
بعد الفاصل وتحت الفاصل. لا هو الرقم نفسه البي فاليو نفسه يعني ليك، وهو مثلا طلع لنا اس ماينس هذا، وهون ممكن يطلع 0.0. وهو كونتينيوس بقدر يعني كل ما بالضبط هو مجرد probability، فالرقم نفسه كونتينيوس. طب هون بالضبط هاي الفكره بدي اشرحها على السريع، ما بدي استطرد فيها، ولكن انت او انا باي حق بنفصل وبنقول خلاص تحت 0.0.5 تمام، وال 0.06 ما بنقبلها ولا 0.07؟ لا هي معناته بتكون على مبدأ كل ما اقتربنا من الرقم هذا بتكون ضعفت احتمالية انه دراستك. بالضبط فهي الفكرة، البي فاليو معقد فيه كتير تفاصيل، ولكن فكرته كل ما كان أوطى كل ما كان أحسن. إياكم تفهموا الريسيرش غلط وتصيروا خلص أي شيء بالريسيرش بتلاقي تحت 0.05 تقول لا هيك خلص الريسيرش تمام، يا ما ريسيرش بيطلع وبعدين بيجي واحد بيكذبه، أو لانه في احتمال صدفه، لانه 0.05 يعني 5% يعني واحد بالعشرين، يعني ممكن ومره من كل 20 مره تجيك بالصدفه الفايندينج هذا. فالبي فاليو فيكم تقروا عنه اكثر، بس هي فكرته البي فاليو هذا حتلاقوه بكل مكان بالكاي سكوير وغيره، اي ستاتستيكال تيست انت بتساويه حيكون له بي فاليو. طيب فبس الحمد لله صراحه هذا رقم يعني 10 يعني 2.5 ضرب 10 ماينس 11 هذا رقم جدا ضئيل، فوي ار فيري كونفيدنت صراحه انه فعلا الشباب بيدخلوا اكثر من البنات. حلو الى الان تمام. خلينا طيب هلا نشيل يعني نحن هلا خلصنا من قصه السموكين، خلينا نشيل قضيه شو السم تايمز مشان نحلل هلا الثلاثه. نحن قلنا الجدول اسمه 2 باي 2 تيبل، بس عادي ممكن يكون 3 باي 3 او 2 باي 3 او وات ايفر. حلو، بس انا قلت اول شيء اشرح 2 ضد 2 مشان يكون الصوره ابسط لكم. فهلا تعالوا نشرح شو جندر سموكر، بس هلا شلنا الفلتر تبع سم تايمز، فطلعوا هلا كيف. هلا هذا هو الجدول، ميل وفيميل، فيميل وميل. وهون شو في عندك؟ هذول ال 100، ال 100 دائما انا صراحه بتطلع على النسب وبريح حالي. ف 1% they are smokers، 4.4% are sometimes اللي هنا الفيميلز، و 94% not smokers. بينما الميلز 72% فقط غير مدخنين، 10% sometimes غالبا بيكون هذول ارجيله مره بالاسبوع مرتين بالاسبوع هي. وشو 16% yes تمام. فاعتقد شوفوا هون 4 هون 10 هون 1 هون 16، كمان الفرق الى الان كبير وواضح. ولاحظوا انه الخانات يعني فيها نسبه منيحه 24 38. فشوفوا كيف هلا البي فاليو ستيل، كمان البي فاليو لسه على فكره سيجنيفيكانت اكثر من اللي قبله. سيجنيفيكانت عاده لما نقصد انه شو واطي تحت الثريشولد يلي قلناها سواء 0.05 او 0.5. فكمان هون 6. الو اوكي رجعنا نقطع الحكي. فشو كنا عم نحكي؟ فلما نطلع على الرقم هذا تبعنا 6.9 تايمز 10 تو ذا باور ماينس 12، كمان رقم جدا جدا يعني واطي، يعني شو؟ يعني 0.00000069 تقريبا صح؟ فكتير هي اقل من 0.05 او 0.01 حتى. فايت از جود يعني وي كان يعني فعلا كونكلود انه ذس از ا لايكلي كونكلوجن، يعني الكونكلوجن تبعنا قوي انه الذكور بيدخنوا اكثر من الاناث. فقضيه 2 ضد 2 او 3 ضد 2 او اكثر عادي. طيب بس انا قلت اول شيء بلشت ب 2 ضد 2 مشان يعني نبلش بالسهل. طيب بسم الله، في اي حدا عنده اي سؤال عن الكاي سكوير؟ دكتور البي فاليو عندي مو طالع رقم زي حضرتك في انه طالع لي وانا كمان تذكري شوفي طالع اقل من 1/10. روحوا انتوا هون كيف هي فينا نصغرها؟ ليش هيك بتضل مفتوحه؟ هل بيعرف كيف نسكر الخانه هي اللي طويله تبع الزوم على السريع؟ لا تمام انسوكم منه نكمل حكينا. شوفوا شلون بتروحوا على الستاتستكس، شايفين هاي الخانه اللي انا فاتحه عندي ستاتستكس، وبتروحوا على الاكس اكس باور 2، هي بسموه هي الكاي سكوير. هذا كل اللي سويناه هلا بنسميه الكاي سكوير تيست. فشوفوا شلون هلا انا لما خفيتها اختفى البي فاليو،
يعني هذا التيبل حلو الكونتنجنسي تيبل هذا، بس اذا بدك تطلع البي فاليو الاحصائيه لازم تضغط هذا تمام اللي سالت اكثر. هو الجدول طالع بس الرقم مش رقم، يعني مكتوب اقل من واحد بالالف. انت شو السامبل او شو الداتا اللي عم تستعمل؟ يعني هو في رقم بس غير الرقم تبعي؟ يس دكتور، نفس السامبل اللي انت عاطيها بس طالع الرقم اقل من 0.01 اللي بيبالي. نفس الجدول نفس الارقام، بتكون الداتا مختلفة. يعني يمكن انا اعطيتكم شغلة غير اللي انا استعملتها اي ثينك، بغض النظر، بس طالما الفكرة هي نفسها. انتوا عندكم كم كيس عندكم بالسامبل تبعكم؟ شوفوا انا المفروض في عندنا 500 وكم، احنا قلنا 516 انا عندي. يمكن اعطيتكم داتا غير اللي انا نظفتها يعني المرة الثانية. شو عندكم انتو؟ اي نفس الداتا 516 نفس الجدول والارقام، بس ما بس, ما يعني. بس مو 6.9 اللي طالع؟ لا مو نفس الرقم البي فالي مكتوب عندها اقل من 0.00. مكتوب هيك مكتوب اقل. فهمت، فكرتك عم تقولي عم تختصر الرقم. لانه هون في خيار، شوفي شلون اوبشنز. وين راح وين راح؟ تذكرت في بالسيتنجز، روحوا على preferences. results display exact p values. اوكي ايمو، وهو بالضبط على فكره هيك احسن. يعني شوفوا ما بدي اشرح كثير عن البي فاليوز، بس عن جد يعني هو هيك الساينتست. كثير ناس بيقولوا غلط انك يعني بالريسيرش ما تقول اقل من كذا وخلص تمشي، ما بصير تقول لي اقل من 0.05 وتمشي، لا لازم تحكي البي فاليو بالضبط. لانه مثل ما قلنا لما حكينا مع كرم، البي فاليو كونتينوس فاريبل. لما بس تحكي كانه كاتيجوريكال تحت ال 0.05 معناته ان الريسيرش تبعي صح، هذا اسمه تخبيص. فانت بتكون فهمان البي فاليو غلط، فلازم تحكي الرقم بالضبط مشان نعرف انه كل ما كان اوطى كل ما كان احسن. فالايمو يعني هذا تشيك بوكس شكله انت عندك ما كان مفتوح صح؟ بالضبط، ساوي display the exact وخلص. طيب نرجع هلا preferences. تمام، فهلا فهي الفكرة يا جماعة، الكاي سكوير هو الجدول بذاته سواء 2 ضد 2 أو أقل أو أكثر. اللي بيطلع تحت هو البي فاليو. مثل ما قلنا عموما انت صح ممكن فيك تحكم نظريا بعينك حتى على الجدول على الكميه، بس مشان تثبت الموضوع بالرياضيات لازم يعني تعطي البي فاليو. فيعني هيك الاستاتستكس تمشي. هذا هو الكاي سكوير. بتوقع ما في حدا عنده سؤال، يلي عنده سؤال يسال بسرعه. طيب فهذا هو الكاي سكوير. هذا النوع الاول من الاحصاء بنسميه الكاي سكوير. اكس باور 2 هذا يعني هيك لما تنكتب كاي سكوير او اكس باور 2 اختصاره. طيب هلا السؤال يلي بيجي بعده، ار ميلز ريلي تولر؟ هل الذكور، نحن مو المره الماضيه عملنا الهيستوغرام، ولما شفنا الهيستوغرام كان شو الافرج يعني هيك عندك الطول وهون 160 والفيميلز حواليه، بعدين الذكور عندك 180 والكرف حواليه، في فرق. بس هلا السؤال، هل هذا الفرق حقيقي ولا بالصدفه؟ يعني بالصدفه مثلا نحن اللي جاوبوا الكويستيونير تبعنا هنا الشباب الاطوال والبنات الاقصار. طبعا هذا كلام انتم ممكن تضحكوا منه، بس لا يعني بالستاتستكس فعلا لازم تثبت العكس. فنحن بدنا نشوف هل هذا الاحتمال وارد؟ طبعا هو فعلا وارد، بس بدنا نثبت انه احتمال جدا 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 ضئيل الى ان يلتفت اليه. هذا معنى البي فاليو لما يكون صغير، هذا اللي عم نقوله. ما عم نقول انه انا الريسيرش تبعي وحي منزل من السماء مستحيل يكون غلط، عم اقول انه احتمال صغير انه يكون استنتاجي غلط. لانه حقيقه انت ما فيك تجزم ابدا لحتى تسال كل حدا بالجامعه. اذا انا بدي فعلا يعني احلف انه استنتاجي صح، بدل ما اقعد اخذ عينه وعممها على الجامعه، لا بروح بسال ال 30,000 او ال 20,000 طالب، وساعتها فيني احلف انه فعلا استنتاج تبعي صحيح. طيب فهلا السؤال، ار ميلز تولر ذان فيميلز؟
الجندر شو نوع الفاريبل تبعه؟ حدا بدي يفوت معنا على الخط ويصير ندردش معه عشان كاتيجوريكال. بالضبط كاتيجوريكال. والهايت الهايت بده يكون ايش كان اسمه؟ نوميريكال. نوميريكال كونتينوس بالضبط. فنحن بدنا يعني عرفنا انه هون عندك هذول التو جروبس وعندنا هذول التو كونتينوس فاريبلز. فلذلك شوفوا شلون كاتيجوريكال فيرسس كونتينوس. والبروبلم هي حقيقة أنا أشوف أنا صراحة جد بحب أشرح الاستاتستكس بالفيجواليزيشن لأنه الفيجواليزيشن بيسهل الأفكار بدل ما نقعد نشرح رياضيات. فالفعلا البروبلم gets summarized بالأخير هيك إنه عنا هون الأفريج هذا ميو بالستاتستكس معناها الأفريج SD يعني standard deviation ميو يعني أفريج. فالأفريج تبع الفيميلز كان رقم هون اللي هو تقريبا 160-155 يمكن والميلز كان أعلى وكان التو هيستوغرامز لما نحطهم جنب بعض بيطلعوا شو مختلفين. أنا كأني ممكن عملتها على الأكسل إن شاء الله أكون عاملها صراحة حرام هي تروح عليكم. اوكي خليني اسويها على السريع هلا مع انه صراحه يعني بدي اختصر الوقت بس ضروري مشان تشوفوها بعيونكم. نروح على الاكسل شيت على السريع. حروح على الانسرت. هي مو مهمه طبعا مو لازم تسووها بس يعني مشان تفهموا المبدا. نروح على البيفوت شارت ونساوي بيفوت شارت. ما عليكم هلا كيف بتساوى بس مشان تفهموا الفكره. نروح على جندر وهايت. في كان كيف بدنا نساويها؟ أيوة لاحظوا لا تكون هيك غلط. في عنا يعني لما نساوي الهيستوغرامز صراحة ولا كنت ساوي أنا كيف هيك حاسس حالي معجوق اليوم. بس الفكرة أنه لما تساوي تو هيستوغرامز حتحطهم جنب بعض وحتلاقي شو الفرق انه فعلا حتطلع معك صوره مثل هيك. فبتتساوى هي على الاكسل يعني. والله البارحه سويتها بس كاني انا مسحتها بالغلط. فهلا الفكره انه بدنا نعرف هل الفرق هذا حقيقي. طبعا اذا كان لا يوجد فرق بين المجموعتين المفروض نشوف صوره هيك تمام يعني الشيئين شيء واحد حقيقه وهن ليسوا شيئين بالنسبه للطول. يعني انصح ميلز وفيميلز بس لما تحطهم فوق بعض حيطلع هيك. فبالضبط حتطلع لنا صوره تطلع لنا هاي الصوره. يعني لو كان فعلا خلينا بدال ما نحكي عن الطول لانه الطول صعب تتصوروا انه هو متشابه لانكم كلكم تعرفوا انه الطول ليس متشابه. فخلينا ناخذ مثال ممكن نفكر انه في يكون في تساوي الجي بي اي. يعني مين بيجيب جي بي اي على الشباب ولا بنات؟ يعني مو يعني ما في شيء صراحه واضح. ممكن البنات لانه شوي هن يمكن طلعاتهم اقل. بس المهم اذا كانوا ما في فرق بيناتهم لما تحطون الهيستوغرامز على بعض راح يطلع معك هون هيك الجي بي اي 3 وهون 4 وهون 2. طبعا القطاعات نسبه قليله لذلك ارتفاعه قليل هون وكمان الناس تعبانه كمان ارتفاعه يعني مو كثير والغالبيه شو 3 بلس ماينس. فلما تحطهم فوق بعض حيكون شو نفس الكيرف تقريبا هو هو. فهون شو هذا يعني انه لا يوجد فرق تمام نفس الصورة هي. أما إذا كان في فرق حتشوف شغلة مثل هيك حيكون الهيستوغرامين في فرق كبير بيناتهم وفي تمايز. فمثل الصورة هي الديفرنس حتشوف هيك جي بي اي مثلا الفيميلز كانوا أعلى حتشوف هيك هون الأفرج تبعهم مثلا 3.5 والميلز 3.1. هلا بدنا ركزوا معي
خلينا نحكي statistics بس من دون أرقام. مرة تانية إذا أنت بدك تطلع على الهيستوغرام وتستنتج أنه فعلا يوجد فرق، شو هي الشغلات اللي حتطلع عليها مشان تقول أنه فعلا في فرق؟ حد يفتح الأفرج بالجي بي اي ممتاز، هي واحد والأفرج للفيميلز اختلف. تمام، إذا رقم واحد بدنا ناخذ الأفرج تبع المجموعتين بعين الاعتبار، غيره وبرضه الماكسيمم والمينيمم فيهم اختلاف. لا، الماكسيمم والمينيمم لا يعنون أبدا. شو بيهمني أنا إذا الشباب والبنات مثلا الأفرج تبعه متساوي والأول على الدفعة هو شاب بس الأفرج تبع البنات الذكور بيضل نفسه، ما بيهمني. أنا بشوف بالستاتستيك بالأخير أنت بدك تعمم على جميع الناس، ما راح أترك ال 99.9% من الناس مشان الأفرج يعني عامل بالضبط. فالأفرج غيره يعني أنت تطلع على الفقر هذا، انسى الماث، شو فيك تطلع على الفقر عشان تقول أنه فعلا جروبين مختلفين. حكينا على الأفرج مكانه على الخط هذا، غيره أنه اتساع الرقعة مثلا. اتساع شو؟ اتساع الرقعة، أنه مثلا الجي بي اي عند الميز ماخذ عينات اكثر، ما اخذ قيم اكثر تنوع، في ميلز تقريبا احسن. احسن، مين اللي مجاوب هذا؟ انا وليد. طيب بس بدي اياك تحكي ستاتستكس اتساع الرقعه، شو بنسميه بالستاتستيك؟ لانه المره الماضيه اخذنا سيشن حرام. هذا ديفيشن صح؟ ايوه صحيح ديفيشن بالضبط. ف كل هلا شوفوا اذا كان هدول الاثنين جنب بعض بس كان الخطين هدول ضيقين جدا، يعني بدل ما يكون هيك راح يكون هيك، هاي يعني شو يعني العينه جدا ضيقه، فالفرق يعني يوجد فرق بين التو افريجز، وكمان كل مجموعه متكتله مع بعضها، فكل ما كان ستاند ديفيشن اضيق والفرق بين الافريجز كان اكبر بيزيد اليقين تبعنا انه في فرق بين الميلز والفيميلز. يعني نفترض مثلا الجي بي اي تبع الذكور كان 3 والجي بي اي تبع الاناث كان 3.5 والستاندرد ديفيشن كان 1، يعني كان في واسع، بس هي الحاله الاولى يعني فرق نص علامه بين الجي بي اي والستاندرد ديفيشن 1، فالفرق نص بس الستاندرد ديفيشن كبير، يعني النص تقسيم 1 تطلع شو نص. تتصور صوره اخرى انه نفس الفرق حلو يعني 3 ضد 3.5 بالذكور والإناث، ولكن standard deviation 0.2 بدال 1، يعني شو يعني نفس الفرق بالأفرج، ولكن كل عينة يعني البنات كتير متكتلات مع بعضهم، يعني بدال ما يكون هيك حيكون مثل عمود تقريبا هيك الفيميلز، والميلز حيكونوا كلهم هيك تقريبا هون. ف كل ما كان ستاند ديفيشن اقل كل ما كان احسن، وكل ما كان الفرق بين الافرجز كان احسن. تمام، اخر عامل نحن حكينا ثلاث عوامل، العامل الاخير قلنا افرج وستاند ديفيشن نفس الكاي سكوير، نحن مو قلنا بدنا عدد نجمعه، وانه يعني عموما بالكاي سكوير لازم يكون عندنا 20 كيس على الاقل. حلو، بنفس الشيء هلا هون بنحتاج سامبل سايز. حلو، فكل ما كان السامبل سايز اكبر كل ما كان احسن. فهي ثلاث عوامل، ثلاث ادخالات او معطيات بندخلها بالفورمولا تبع التست هذا مشان يعطينا النتيجه اللي هي بالاخير شو البي فاليو كالعاده. فلذلك هلا هذا التست شو بنسميه؟ حدا بيعرف؟ معقوله يعني انتم كلكم واخذين ستاتستكس؟ يلا او عادي ممكن حتى صح تكونوا ناسين، بنسميه تي تيست. التي تيست اندبندنت سامبلز تي تيست يوزز ذا مين ذا ستاندرد ديفيشن وان. طيب فاذا بتروح على الانترنت اندبندنت سامبلز تي تيست كالكوليتر، حتى مو لازم هذا تسويه على جاسب، انت لو عندك مجموعتين بدك تقارن بين الطول مثلا تبعهم بتروح بيقول لك شو؟ بيخليك عليكو انتر ذا مين ستاند ديفيشن وان، فبيعطيك المجموعه الاولى والمجموعه الثانيه. طيب هون مثلا ميلز، هون فيميل،
وهون بتكتب مثلا المين كم طول الشباب كم كان يا شباب يا جماعه 176 ربما والسالة ديفيشن 15 قلنا صح او هيك شيء 10 والكميه كم ربما 230 خلينا نقول الفيميلز 155 او 155 اوكي والساند ديفيشن خلينا نقول نفس الشيء 9 والافرج التوتال كان 350 كالكوليت فهو يعني كانك شوف حقيقه انت لما تعملها هيك كانك شو عم تعمل كانك عم ترسم للموقع هذا الهيستوغرامز الاثنين تبع المجموعتين وهو بيطلع عليهم وبيحلل هو بالاخير يعني فيك الاستاتستكس تفهمها بالفيجواليزيشن بدال الفورمولا الفورمولا ممله ويعني طبعا ما في داعي تحفظوها تي تيست فورمولا بس يعني بس مشان تطلعوا عليها على السريع هي الفرق بين الافرج الاول اللي هو مثلا الميلز الفرق بين الافرجين تقسيم الستاندرد ديفيشنز يعني شغلات موجي على الراس ما اذكر يعني اكثر من فورمولا انسوا انتوا بالاخير ما حتساووا الماثماتكس يعني هلا اسكر اصلا ما بدنا هذا الموقع نروح على جاسب تمام نروح هلا نساوي براكتس يلا جاسب بدنا نقارن شو قلنا بين الطول صح نروح على شو على التي تيست شايفين هون على هلا شوفوا في اكثر من نوع من التي تيست انتبهوا في عندك الاندبندنت سامبلز البيرد والوان سامبل في لهم استعمالات طيب دكتور ايش الفرق بين الكلاسيكال والثانيه انت قد السؤال هذا يعني اشرح لي إشي بسيط ما فيش أوكي. هلا مين اللي سأل مرة تانية آسف كرم دكتور أوكي لازم أعرف صوتك بس لأن الشاشة عندي ما متورجي للناس طيب تصور إنه كل اللي صلنا يعني اللي عم يشرحه واللي حيشرح واللي بكرة حتتعلمه بعد ما تخلص الكورس هذا وأنت عم تدور لحالك كل اللي حتتعلمه بالستاتستكس هو مذهب من مذاهب الستاتستكس يعني لا معناته فيش داعي لا 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 عادي عادي شوف ليش لانه انت مو لازم يعني تجمع مذاهب بالاخير بدك شغله that helps يعني you do science وبالاخير العلوم كليات يعني الطب كلياته قائم على الاستاتستكس والطب كله تقريبا اللي عم نساوي طول عمرنا قائم على المذهب الاول من الاستاتستكس اوكي في مذهبين مذهب بنسميه الكلاسيكال او الفريكوينتست ابروتش الفريكوينتست ومذهب البايزيان بني ادم اسمه بايز المهم فهذا نوعا ما يعني مذهب طيب البايزيان مين اللي بيهتموا انهم يستخدموا اي فئه من الناس مثلا علماء رياضيات الرياضيات وهو بالطب اصلا هو نفسه بيستعمل بس لساته نسبه شيوعه اقل يعني هو 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 ما بدي اسب عليه هو على فكره رائع البايزيان هو بس يعني اشبه هو مثل يعني في ناس يعني انا بحسهم صراحه مثل الخوارج بالستاتستيك لا هي مو هيك جد هي مسحه هو بالاخير يعني علم وهو احصاء يعني هو ساينس بالاخير هو ماث صح بس في خلافات بين المدرستين اوكي في خلافات الى الان الاكثر شيوعا والاكثر قبولا بين الناس اكاديميا عموما هو لسه المذهب الاول الكلاسيكال بس صراحه المذهب الثاني قاعد بيزيد ولمعلوماتك اشكرك يعني فور برينجينج ذس اب بحاول اختصر لانه حرام ما بدنا نضيع وقت بس يعني حلو هالشغلات تعرفوها انه هلا تذكروا لما بلشنا اصلا المحاضره مو قلنا جاسب وجاموفي قراب كثير من بعض بالضبط وشفتوه شوفوا جاسب وجاموفي almost identical twins الفرق انه طبعا في عدة فروق بس للوهله الاولى انت بتفكر جاسب الوانه حلوه ويوزر فريندلي وكيوت وجاموفي شوي شكله هيك شوي خشن بس يعني تقريبا نفس بعض بس هو حقيقه لما بلشوا قبل ما بعرف من 6 سنين لما بلشوا تصنيع السوفت وير هذا تقريبا او هيك 5 سنين كان بس هو سوفت وير واحد كان اسمه جاسب كان فريق من الرياضيين وهدول قاعدين بدهم يصنعوا سوفت وير مجاني مشان يعني يساعدوا الناس وهيك بدل الاس بي اس اس والهبل فكانوا بيصنعوا جاسب بس اختلفوا فيما بينهم جزء من التيم يعني انت شي 10 بني ادمين او
هيك يعني عدد لا بأس به من الناس. فكانوا عم يصنعوا فاختلفوا فيما بينهم. ناس هدول الخوارج يا كرم بيحبوا البيزيان ستاتستكس فأخذوا جمافين؟ لا لا ناس بيحبوا البيزيان ستاتستكس وناس يعني بيقول لك يا اخي انتم منحازين للبيزيان، نحن ما بدنا نحرض الناس ويعني يعني نوديهم اشبه بالاكراه نختار لهم الطريق آه. فنحن ما بدنا لا خلي نحن يعني ما بدنا نكون عادلين. فالفكره انه الفريق انشق، ناس كملوا. هلا شوف الناس اللي قالوا انتم تبع البيزيان مو عاجبيننا وما بدنا نكون مثلكم بدنا نضل يعني محايدين خلينا نقول، هن طلعوا من الفريق وشكلوا برنامج ثاني اسمه جاموبي. حلو. والفريق يعني الجزء الاول اللي ضلوا صنعوا جاسب، بس هن نفس المؤلفين على يعني بتفتحوا بالمواقع بالموقع مكتوب اسماء المؤلفين هدول تبع البرنامج حتلاقوا يعني مؤلفين نفسهم او متشابهين اغلبهم. فهي هي الفكره بين البرنامجين. فجاسب فيه كتير functionality و options للبيزيان statistics مثل ما هلأ سألتني أنت بالضبط. دائما لما تساوي تي تيست في عندك البيزيان والكلاسيكال والأنوفا، بيزيان وكلاسيكال وهكذا. أما جاموفي يعني بيركز أكثر على الكلاسيكال statistics. بس عموما يعني جاسب وجاموفي بالنسبة لنا هلأ أو أنت كطلاب أوكي الاثنين نفس بعض يعني أو غالبا يعني. فحقيقة البيزيان statistics ما بتهمك إلى الآن ان شاء الله. لو طلعت برا او لو عملت بالمستقبل برا ريسيرش قوي ممكن يعني تصير تتعلم. بس صراحه جد يعني هي شغله ادفانسد يعني بيزنس ستاتستكس مو لنا، بس حلوه كتير يعني حلو تطلع عليها وشوي اقرا يعني شوف عنها على اليوتيوب. فهي هي الفكره للبيزيان ستاتستكس. وفي كونتروفيرسي ومثل قلت لك وفي بعض الخلافات بين المدرستين يعني لا داعي لذكرها. فهي هي. طيب فشو كنا عم نعمل؟ الله يسامحك شتتتنا. نروح مره ثانيه على التي تيست. ف التي تيست كنا التي تيست ايش نختار اي واحد هلا ما حاذكر البيرد والوان سامبل فيكم تقروا عنه لحالكم على السريع. بس اكثر شيء شيوعا انه نستعمله هو الاندبندنت. اندبندنت سامبل تي تيست لما يكون عندك مجموعتين متفرقتين تماما لا علاقه لهما ببعض ميلز فيميلز. اما لو مثلا مثلا انت عندك مثلا عندك كلية الطب وبدك مثلا تقول والله هل الإناث أو لا لا هل الذكور أكثر من الأفرج تبع كلية الطب يعني طول الذكور هل هو أطول من الأفرج. هذا سؤال غلط على فكرة لأنه أنت عم تقارن الذكور اللي هنا تقريبا النص بالذكور والإناث. فهمت علي؟ يعني أنت ما عم تحذفهم من البسط من المقام بسط ومقام. فهمت علي؟ انت دخلت دخلت الذكور كمان مره يعني مش بالضبط. فيعني هاي شغلات طبعا هون غلط تساويها هيك. بس في احيانا يعني بعض الاستديز بيكون ابروبريت بيكون صح انك تستعمل الطريقه هي بيكون لاستعمالات اخرى ما يعني قليل صراحه انه نحن نحتاجه عموما. فدائما لما تقارن شغل مجموعتين متفرقتين نستعمل الاندبندنت سامبلز سواء مثلا بتقارن بين الذكور والاناث بين المدخنين وغير المدخنين. بالطب طبعا دائما المثال الاساسي بين التريتمنت مجموعه اعطيناها بلاسيبو ومجموعه اعطيناها الدواء الحقيقي صح؟ مشهوره كثير. اي سنه انت يا اكرم؟ سنه ثانيه دكتور. ما شاء الله ممتاز كثير انه انت درست بالريسيرش صراحه بالمرحله هي. يلا ان شاء الله بتستفيد. فدائما يعني بالشغلات هيك لما نعمل ريسيرش بين بلاسيبو ونون بلاسيبو بالاكشوال تريتمنت التست الصحيح انه نستعمل تي تيست اندبندنت سامبلز. طبعا اذا عم نستعمل يعني هذا طبعا ريسيرش بسيط في شغلات اعقد من هيك. خلينا نوقف هون لانه ما في داعي نفصل اكثر. فهلا نروح نقارن شو قلنا بدنا نقارن بين الطول. فنروح على الهايت حطيناه بالديبندنت فاريبلز والجروبينج فاريبل او الاندبندنت فاريبل له اسم ثاني. هلا ما حنقعد نستعمل كلمات ديبندنت واندبندنت مشان نلخبطكم. بس نحن شو المجموعات اللي عم نفصل بيناتهم بناء عليها؟ الجندر. وشو اللي بدنا نقارن الفرق فيه هو الطول. طيب فبالضبط هون بيطلع لنا شو بيطلع لنا البي فاليو. بس خلينا كمان نحط الافرج يعني مشان نعرف الارقام. فليكن نضغط هذا على خانه الديسكريبتيفز. فشو هلا بيعطينا؟ بيعطينا الافرج اللي هو شو عندك فيميل وميل. اعطاك النمبر
لكل واحد، والافريج هون 161 هون 176، والستاندرد ديفيشن هون 5 سنتيمتر فاصل 6 وهون 6. تمام؟ فهي الديسكريبتيف. طبعا اذا بتعمل ديسكريبتيف بلوتس تتذكروا الهيستوغرامز، شوف شلون هلا راسم لي هيستوغرامز، ففي فرق صراحه كبير. هو الهيستوغرام اسف البوكس بلوت هي، ففي شبه كثير. اوكي، فهلا بنجي للبي فاليو. ليكو البي فاليو طلعوا قديشه يعني كثير 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 ضئيل، 2.16 × 10⁻¹⁹. طيب فهلا طبعا بالريسيرش شوفوا اي صراحه يعني شغله هيك سيجنيفيكانت كثير. لما يعني انا ليش انا لما خليتكم تكتبوا داتا، انا كنت حاطط ببالي انه جمع معلومات انا متاكد انها حتكون سيجنيفيكانت. حلو، يعني انا هيك سالتكم الاسئله هي مشان اعطيكم امثله نطبق عليها. بس طبعا كثير احيانا من الريسيرش حيكون عندك هايبوثيسز معين، حتحكي والله الناس اللي عندهم الدواء هذا حيصير عندهم مشاكل اكثر، تيجي بتسوي اناليسس ما بتلاقي فرق مثلا، او بيكون بي فاليو يعني مثلا 0.1 0.2، يعني هو اكبر من 0.05. ف يعني فبس هي كلها لضرب الامثله، يعني ما تفكر دائما الريسيرش حيطلع هيك سيجنيفيكانت بهالقدر، فالحياه مو بهالسهوله. طيب هلا في افكت سايز ما بدي احكي عنه صراحه هلا، يعني هي بس للعلم. الافكت سايز كمان مهم، فاقراوا عنه تعلموا عنه الافكت سايز والكومنز دي خصوصا، يعني يو كان جاست جوجل ات بعدين، ما في داعي لنشرحه عشان ما تتشتتوا. الفكره من الافكت سايز انه بيقيس حجم الفرق. هلا البي فاليو بيقول لك انه في فرق حقيقي ولا غير حقيقي، بس الإفكت سايز بيقول لك شو حجم الفرق هذا على أرض الواقع، هل هو مهم ولا فرق حقيقي ولكن ضئيل. واضح يا كرم؟ واضح. يعني بتخيل مثلا لما يكون أدوية أو إشي ماشي في فرق، بس هل راح يفيدنا؟ بالضبط، يعني مثلا دواء مثلا بينزل ضغط الدم، يعني مثلا او لا مثلا ناس ماشيين على الدواء هذا ضغطهم 120/80، وناس ماشيين على الدواء الثاني ضغطهم 118/82 او على وتمر 7. مش فرق حقيقي يعني، فرق 3 مليمتر. لا هو فرق حقيقي حقيقي، لكن مش انه شيء تهتم فيه يعني. بالضبط، فلازم تفرق بين المصطلح الاحصائي، يعني في شوف كلمه significant لما تستعمل، يعني فرقوا في الشغلات هي، لما نستعملها كاصطلاح احصائي بالستاتستكس significant معناها a true difference in reality او true difference in mathematics، يعني ان شاء الله فاصله واحد هي تعتبر real difference اذا كان significant، يعني p value وهكذا. اما لما نحكي بالطب يعني من ناحيه سريريه significant، نقصد انه هل هو حيأثر على مريضي ولا ما حيأثر. طيب فيعني فرق 3 مليمتر بالضغط الدم ما حتجلطه او ما حتنقص من حياته، يعني شيء مهم يمكن تنقص من حياته دقيقتين، يعني يموت قبل دقيقتين من اصل 80 سنه ما بتفرق. فهي هي الفكره بمصطلح فرق دائما بين فالافكت سايز هو جدا مهم. يعني احيانا ممكن كثير تقرا ستديز قال لك والله الفيتامين د بينقص كذا وكذا وات واز سيجنيفيكنتلي ريليتد لل ما بعرف شو مثلا لل whatever لا 1 2 3 وبيجيب لك البي فاليو، بس اللي كم الافكت سايز يمكن يكون شيء جدا جدا بسيط. فبالاخير يعني ما بيكون وورث اني استعمل الدواء هذا مثلا، او ما بيكون وورث المصاري اللي حتنصرف الى اخره. فهذا معنى الافكت سايز. انا والله قلت ما بدي اشرحه وبالاخير شرحته، هي فكرته العامه ان شاء الله يعني شرحتها بسرعه. تمام، هلا خلصنا التي تيست. طبعا هون اذا بتلاحظوا التي تيست لما عملناه كان بين كم مجموعه؟ مجموعتين مختلفات. هلا لو بدنا نعمل 3 مجموعات شو بنساوي؟ هون بتصير عندنا مشكله. ففي شيء بنسميه الانوفا. الانوفا هو تمام يعني نفس التي تيست بس اكثر من تي تيست في نفس الوقت، لانه بدك تقارن هي مجموعه ضد يعني الاولى ضد الثانيه، بعدين الاولى ضد الثالثه والثانيه ضد الثالثه. مفهوم؟ نعم. ف بصير الموضوع كونفيوزنج بالماثماتكس، فبنستعمل شيء اسمه الانوفا نفس التي تيست. يعني طيب بصير بالانوفا انه اقارن بين مجموعه ومجموعتين بنفس الوقت؟ هو الانوفا بالاخير لما يعطيك بي فاليو
ما بيقول لك يعني مين أعلى من مين عن جد. يعني مثلا قارنا بين ثلاث مجموعات، يعني مثلا خلينا نقول بين الطول بالسوري والأردني والمصري، حلو؟ السوريين مثلا كان طولهم 176 والأردنيين كان طولهم 176.5 والمصريين كان طولهم 180، حلو؟ هلا لو انسى الانوفا، لو عملت اول شيء تي تيست بين السوري والاردني ما حيطلع سيجنيفيكانت مثلا مثلا. ولو عملت بين المصري والسوري والمصري والاردني حيطلع سيجنيفيكانت. فيعني الانوفا لما يعطيك بي فاليو بيعطيك بي فاليو انه في حدا اعلى من حدا، بس ما بيقول لك مين. هاي هي الفكره. تمام. يعني انا يعني مثل ما قلت لكم هذا الكورس جدا ملخص مشان تعرفوا كيف تدرسوا او وين تدرسوا او تعرفوا شو الشغلات المهمه. فجزء كبير حيكون دراسه لحالكم، وطبعا انا اعطيتكم مصادر، اعطيتكم اسماء الكورسات هذيك، فان شاء الله بتلاقوا فيها الفائده. انا بحاول اختصر. فيعني هذا الاندبندنت سامبل تيست هو من الاساسيات. في حدا عنده اسئله الان؟ باقي 6 دقائق للريكورد تبعنا، اذا بتحبوا تسالوا اسئله لبين ما يعني نروح على اخر ستيب. هي اخر ستيب ان شاء الله وبنكون ختمنا السيشن هاي. تمام ممتاز، ما في حدا يبغى يسأل، معناته خلينا نفوت على اللي بعده. بس قبل ما نفوت على اللي بعده تذكرت انا والله هي شغله للاسف ما حكيتها بوقتها، بس ان تصل متاخرا خير من ان لا تصل. كان هي شغله وقتها السيشن الماضيه، بس يلا نحكيها هلا. اطلعوا هون مين منكم يعني بتعرفوا، انتم كرم انت بتعرف الجيم شلون صح؟ نعم. يعني شلون بتحمل اثقال وكيف بتحط الوزن. فشو هي 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 الصوره عنوانها statistics joke. فانت شو رايك بالموضوع، شو شايف من ناحيه ايش انه ولا هي وزن الصورة؟ هي الصوره statistics joke، اشرح لي اياها. مش عارف عن ايش هي، ما بداية انه فيش ولا وزن شايل، بس ايش الجوك بالموضوع مش عارف. طبعا بيلعبوا انه الافرج المستخدمين من وزن معين لوزن معين، لا اعلى ولا اقل. ايوه ممكن بيسان. بالضبط لقطتها بيسان. هاي هي انه اللي مستخدم اللي بالنص. تلاحظوا انه هلا شوفوا انتم بتعرفوا انه الاوزان بدك تحط هي مثل عمود هيك صغير او يعني اللي زي المسمار او شيء. دائما الناس لما بدها تحط شو بصير، بيكون هي الفتحه، فانت على العمياني بتصير هيك و فالمنطقه الخشوط او شيء بالضبط. فانتوا لاحظوا الناس اللي بيختاروا هون مثلا كم هذا 7 كيلو، ما حدا بيختار 7 كيلو بحياته، متروك نظيف لساته. هون كمان ما حدا بيستعمله، لانه هدول شو بيكونوا ناس كثير ضعاف. طب تعال هون هي كم 140 يعني هي 60 70 كيلو، كمان هون نظيفه ما حدا بيستعملها، قليل كثير. ملاحظين؟ بس لاحظوا هون بتبلش الناس عم يستعملوها، وعم شو عندك من كثر الاستعمال عم تردأ. فروح روح روح عم تسمك الى الوسط تماما، صار شو اللارجست وير اوت. فواحد كاتب بالكومنتس از ذس ذا نورمال ديستريبيوشن، اوكي اللي هو الافرج المتوسط نفس نظام الجي بي ال. اطلعوا هيك تماما، يعني هو نفس النورمال ديستريبيوشن. يعني لو نسوي له روتيت شوفوا كيف نفس النورمال ديستريبيوشن تماما، بس انت قص النص التحتاني وهو عندك هيك بيك ودروب. فالناس الضعاف كثير قلال، والناس الكمال كثير قوايا كثير قلال، والناس المتوسطين هنا الغالبيه. تمام. فهي يعني لذلك الاستاتستكس حلو انك تفهمها بالفيجواليزيشن، تنبسط كثير، ويعني يو ويل جيت ا لوت اوف جوكس. يعني طبعا انا عندي ماني مور ستاتستكس جوكس، بس يعني خلينا نتركهم لوقت اخر او مو يعني بعدين. فهدول هن خلينا هلا حنفوت هلا ان شاء الله على اخر بارت من الانفرنشال ستاتستكس، يلي هي اذا بدنا نقارن الهايت تو ويت. وهون حندخل على الهوم ورك اللي ذكرني بالهوم ورك. فخلينا هلا نسكر الريكورد طيب، ونرجع للتسجيل مره ثانيه للسيشن مره ثانيه، مشان ان شاء الله تكون هي اخر سيشن، اخر تسجيل. يلا